هو مفاجأة كتير كبيرة وtalk of the town مش في التمثيل وإنما في الغنى، وهو أغنية جديدة بتعاون فيها عمرو دياب مع دي جي العالمي مارشميلو، وهو اللي كشف المفاجأة بتغريدة وقال هالأغنية أغنية مع عمرو دياب راح تكون مجنونة. ومن وقتها السوشيال ميديا طبعا ما هديت أبدا، والكل بدأ يسأل ويحلل شو هي الأغنية، راح تكون سينجل أم راح تكون أغنية من الألبوم. معلوماتنا الأكيدة بتقول إنه مارشميلو هو اللي بادر بالتواصل مع عمرو، وهو من زمان بيتابعه وبحب أغانيه ومهتم يعمل معه أغنية. عمرو كمان رحب بالفكرة وهو حالياً عم يسمع، يعني الأغنية ما تم تسجيلها ولا تحديدها أساساً، بس إنه عمرو أخذ قرار هذا الأسبوع يعني رح ممكن نشوفها بالألبوم. ممكن تكون بالألبوم، يعني الألبوم ما تسكر، وإحنا غالباً رح نشوفه بالأسواق بالعيد الأسبوع اللي جاي. مزبوط.